كان الوالد الله يرحمه كان مشى للعسكر، كان مشى للألمان لفرنسا من الناس في الحرب العالمية الثانية، كان مشى وجاهد وقاوم وكان من الأسرى اللي كانوا محتجزين في ألمانيا. اللي سالت الحرب جا بحاله دخل المغرب، كان دخل الديوانة وتاف الديوانة هي جاهد فيها وكافح فيها وخدم فيها، واني داكشي اللي كان منتظر باش خصو يتجازى به وداكشي ما عمرو توصل بشي حاجة ولا كانت لي شي حاجة من لا من العسكر ولا من شي حاجة اللي غتعاونو غادي. وكافح معنا مسكين وكبرنا وقرانا والحمد لله على اي حال ديما حنا حمد الله وشاكرين. وعندي اخ ديالي اونديكابي ما عندوش شي جهه اللي تعاونو ولا من بعد ما الوفاه توفات الوالده هي وداكشي، بقينا حنا جوج خوت ولا ثلاثه راه مكافحوا معاه بداكشي اللي عطى الله، وما كايناش شي جهه كاع اللي تتعاوننا ولا تتساعدنا ولا تتمد لينا يد المساعده. مات الاب، ماتت الام، بقات هي ما عطاوها والو، ولكن ملي ماتت بقينا حنا معاه مسكين. قالت لي هذا عار خليته لك خوك، قال لي حتى لاخر وقت وما نكذبش عليك، انا طاح عليا الدايم وبقى فيا الحال، وقلت الحمد لله. غير الطبيب بقى فيه، ملي ديته لي كندوز ليه قال لي سيري قلبي على المحسنين هما اللي غادي يوقفوا معاك، قال لي يقدروا كاع يديروه في شي بلاصه اللي تهني انت منها. احنا ما عارفينش الايام اللي جايه اش خازنه لينا. انا شخصيا راني خدامه غارديان، خدامه غارديان تلقات داكشي اللي تلقته راه تنتعاون به انا واختي. حنا راه جوج خوت وهو الثالث وجوج بنات، خويا الاخر تا هو راه ما خدامش، مجوج وراه ما خدام ما والو، وحنا تنتعافروا معاه وتن ما عرفناش الوقت اش خازنا لينا. وانا راه عندي تنايا مرض مزمن تندير لانسولين 20 سنه هذه من 2000 من 97 من 1997 راه 20 سنه. وهاد الحالة هادي راه باينة لأي واحد، راه حنا دابا خدامين غارديان شي يعطيك شي ما يعطيك شي مكرفسين. أنا مريض وهو تا هو مريض وحنا كنا مرض، تا ختي اللي تتعاون تا هي راه مريضة، كنا مرض وما عندناش المصاريف الكافية باش نتعالجو بها، وهو نيت تا هو ما عندوش شي حاجة اللي تا هو المصاريف ديالو تطلب بزاف تطلب، لا من دواء ولا من رعاية ولا من كيف يعقل الأخ ديالي يتحرم من واحد البونسيون ديال الصالير ديال الأب ديالي ديال 25% من الراتب ديالو، ولا من كيف يعقل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة؟ علاش يتحرم منها؟ علاش؟ بغينا نعرفوا علاش. لا معاونة ومحروم من الحق ديالو. داكشي اللي كناكلو راه كياكلو معانا تنموتو، ما نسبقنا ولا يسبقهم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.